بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. تأملات في الشهر المريمي، اليوم الثاني عشر. تأمل في المطهر، ماذا يفعل أهل المطهر؟ إنهم يحترقون بنيران تتأجج، يضرمها العدل الإلهي. إنهم يحبون الله هناك، ولكنه يقاصصهم ويتمنون النظر إليه فلا ينالون ذلك، وينتظرون ساعة خروجهم من جهنم ليذهبوا إلى الملكوت، ولا يعلمون متى تكون. إن أهل المطهر يقاسون عذابات شديدة أشد من عذابات الدنيا كلها، ولكن اغتصابا ودون استحقاق. من هي نفوس المطهر بالنسبة إلى الله؟ إنها نفوس أبنائه الأعزاء، يبتهج قلبه بأن يدخلها إلى نعيمه يوما عاجلا ليغمرها بسيول مسراته. لكن عدله وقداسته يقضيان أن كل التكفيرات الواجبة على هذه النفوس توفي بكاملها حتى آخر فلس. فإن تقدم أحد المسيحيين الذين على الأرض وأوفى دين نفس من هذه النفوس، يقبلها الله بفرح في دار نعيمه، وبها يزداد عدد الطباويين. فهل نحب الله حقيقة ونحن نترك النفوس المطهرية منفصلة عنه تعالى، ولا نبذل جهدا بالصلوات والقداديس والصدقات لكي نجمعها به؟ ومن هي نفوس المطهر بالنسبة لنا؟ هذه النفوس المعذبة والمستغيثة بمن يخلصها من عذابها، ربما كانت نفس أب لنا أو أم، نفس أخ أو أخت، نفس شخص عزيز علينا، وهي تتشبث بنا قائلة: ارحموني أقل ما أنتم يا أحبائي، لأن يد الرب قد اقتربت إلي. لقد أمرنا بأن نحبهم كنفسنا، بل كما أحبنا ربنا يسوع المسيح نفسه. قالت مريم العذراء نفسها للقديسة بريجيتا: إن ذكر اسمي فقط يكفي أن يفرح جميع نفوس المطهر المسكينة، مثلما تكفي كلمة تعزية أن تشجع مريضا متألما مهملا على سريره. لكن مريم العذراء لا تكتفي بتعزية نفوس المطهر، بل تخفف أيضا أعذبتها، كما أكدت هي نفسها لآمتها القديسة بريجيتا، وهذا كلامها: من حيث أني أمهم فألطف في كل ساعة آلامهم. وعلاوة على ذلك أن مريم العذراء تشفع في المسجونين القديسين وتخلصهم من لهبات النار، وهذا امتياز قبلته من ابنها الإلهي، كما أكد لنا ذلك القديس برناردوس تأكيدا مطلقا، وهذا كلامه: إنها تمارس هذا السلطان أولا بتقديم صلواتها
ثم بتخصيص استحقاقاتها بجميع النفوس المتعبدة لها. أجل إن عذابات المطهر لا تلطفها مريم فقط باستحقاقاتها، بل تختصرها أيضا. وقد استعملت مريم هذا الامتياز يوم انتقالها إلى السماء، فنقلت معها من المطهر جميع النفوس المسجونة فيه. ويمكننا أن نعتقد أيضا اعتقادا قويا أن مريم العذراء تخلص في بعض أعيادها وفي يوم السبت خاصة نفوسا كثيرة في المطهر، ولا سيما النفوس التي حملت ثوبها. خبر: حكي أن الطوباوي رينياروس أحد أعضاء رهبانية القديس برناردوس استولى عليه خوف عظيم من حياته الماضية، ولم يكن يعلم أغفر له الرب ذنوبه والقصاصات التي تستوجبها أم لا، وكان لا يزال يصلي ويتضرع إلى العذراء مريم لكي تشفق عليه وتنشله من حاله. وبينما كان يصلي ذات يوم غاب عن حسه وسمع مريم العذراء تبتهل من أجله إلى يسوع وتطلب منه أن يأخذ رينياروس إلى الملكوت رأسا بلا مطهر، كما كان يتمنى قلب الطوباوي النادم على خطاياه والتائب عنها توبة نصوحة. فأجابها يسوع قائلا: يا أمي، سلمت هذا الأمر إليك، فافعلي ما شئت. ففرح رينياروس فرحا لا يوصف لما سمع هذا الجواب، وتأكد أنه قد أعفي من دخول المطهر الذي لا يعفى منه إلا القليلون، حيث فوض الأمر إلى الأم القديسة. ومع هذا كله لم يفتر رينياروس مثابرا على الحياة التقوية، وهو يبذل كل وسعه في استكمال الفضائل والقيام برسوم الرهبانية. انظر كيف تعتني هذه الأم المباركة بأن لا يتعذب أولادها الصالحون بعذاب المطهر. إكرام: اتلو ثلاث مرات مزمور من الأعماق لأجل راحة النفس المتعذبة في المطهر التي كانت ذات عبادة لمريم البتول أكثر ما يكون. نافذة: يا بتولا قادرا ادعي لنا. آمين. Oh, yeah.